لحين تفرج على اللبنانيين وتصير الانترنت بالحقيقة سريعة مثل ما هي سريعة بالدعايات. يوتيوب بلاقي الطريقة لأي شخص هو ناطر تحميل الفيديو اللي بيريد يشوفه، صار فيه بإمكانه بهذا الوقت أنه يلعب لعبة جيم سنيك الحية من خلال تحريك الأسهم على لوحة المفاتيح قدامه. ايضا على وول مارت كان الامريكيين عم بيحملوا شرايط فيديو من الهجوم اللي قام فيه عدد كتير كبير من المواطنين على محلات وول مارت بعد عطلة عيد الشكر، وذلك بسبب التنزيلات. اكثر من ان يصدقه العقل، كان هجوم الامريكيين على محال وول مارت عشية عيد الشكر للاستفادة من التنزيلات على السلع والبضائع. المئات انتظروا في صفوف طويلة افتتاح أبواب المحال ليحصل تدافع وهرج ومرج، وفي الداخل تضارب على استندات ولا سيما على جناح بيع اكس بوكس. أحد الشارين قام برش رذاذ في عيون 14 شخصا حتى يتمكن من الحصول على الاكس بوكس، فحضر رجال الشرطة واعتقلوه. على تويتر الرئيس نجيب مئاتي كان عم يعلن عن نشاطه بالفاتيكان، وكان عم ينشر صورة للقائه مع البابا بنديكتوس السادس عشر. أيضا كان في تعليقات حول لقاءاته المسؤولين في الفاتيكان، ولكن الأبرز كان تعليقه على مهرجان تيار المستقبل امبارح بطرابلس، فهو اعتبر أنه هذا المهرجان بشكل تعبير عن حرية التعبير والديمقراطية في لبنان. لتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @الجديد نيوز، على فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى يوتيوب الجديد أونلاين.